السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موقع لالا بلس. ومره اخرى ميكرو لالا بلس خرجنا باش نسولو الناس في الشارع واحد السؤال، سورتو الرجال، واش عمركم تعرضتوا للتحرش من طرف النساء؟ نشوفوا الاجوبه ديالهم. وانا نقول لكم الحقيقه، ما عمري تعرضت للتحرش، حيت ما كنمشيش دوك البلايص اللي غادي نتعرض ليهم للتحرش ولا شي حاجه. وداكشي تعرضت ليه في الطوبيس. عاود لينا القصه. كتكون بعض المرات كتكون شراكه في الطوبيس، وكيكونوا بعض المرات شحال اليوم في الصباح، نيت عندو على الصباح اليوم. كنت جاي في الطوبيس وواحد الدريه بالغلط ولا ما عرفتش انا، ما شدت ليا في يدي بحال هكا باش نمشي. ملي قلت لها اخشي سميتو الدار عندي وجبي يسمح لي عاوتاني شي شويه، وهي تعاود عاوتاني شداتني ملي وتقول لي لا راه كنضحك معاك. هادي قلت لها كتضحكي معايا اصلا، انا ممكن عرفتك. لا جامي مع عمر نهائيا، ولينا الشيء اللي كنشوف دابا ما شاء الله. شنو كتشوف؟ شي مره شفتي شي مره كتحرش بشي ولد؟ واه بزاف على اللي كاين، بزاف شفتهم انا بزاف. لا عاود لينا شي مره شي حاجه شفتيها بعينك، عاودها لي. واه راه شفتها هنا اللي فات واحد الخطره غادي لي هنا للسبيطار، يعني شي واحد مريض هنا، وشفت واحد السيده مع واحد السيده هنا في هذا الجرده هذه كتحرش بيه. كيفاش عرفتها كتحرش بيه؟ تقدر تكون صديقه. واه يمكن صديقه، يقدر وما يقدرش. وغدا بان لي دابا نيت واحد السيده هنا ولا كتبكي مع سيد، وعيط على الدري دابا نيت بنفسي، ولدي الله يخليك ما تخليش الدريه تبكي. على فير على فير، علاش؟ قال لك كانت كتبغيني وانا ما كنبغيهاش. قلت له حاول كيفاش داير. ما طاحش شي كا اكسيبسيونيل، ولكن كاين كنشوفو منشوفها من بزاف د الحوايج. راه منشوفها كيبان لك، كتبقى تشوفها كتلمح ليك، فهمتي؟ على حساب لا جالسه في شي اوندغوا ولا شي حاجه، راه غتعرف انت غتفهم. يعني كاين دراري تيتشكاو تيقولوا الدريات ولاو دابا تيتحرشوا بالدراري، وهذا يعني ولات الدائره يعني منتشره بزاف هاد الايام. ولكن شي تجربه اللي نعاود لكم ديطاي يعني ما عنديش دابا. الا فرد تحرشت بك شي وحده شنو غادي دير؟ يعني هذيك اللي غتحرش بك يعني اوتوماتيكمون غتفكر باللي راه مريضه عقليا، يعني راه مريضه، يعني ما غاديش عليها، يعني تشوفها عادي ما غاديش. ما عمرني شفت هادشي انا ولا رايت كيقولوا هادشي كاين، ولا حنا ما شفناش. لا بالفعل ما كاينش. بالنسبه للرجل كاين يتحرش على المراه، ولكن المراه عمرني ما شفت هاد الحاله هذه. ولكن الا تحرشت بك شي مره شنو غيكون رده فعل ديالك؟ و رده فعل ديالي اش غادي ندير معاه؟ واخا ندير معاه غيقول لك راه راجل تعدى عليها، فهمتي؟ لان النظره ديال المجتمع كتشوف بواحد النظره ديما الراجل مع المراه ديما غيكون تعدى عليها، داكشي ما عارفينش شنو هو علاش وهادي. لا ولينا انا مجوج ما يمكن ليش غادي ندير، ما يمكن ليش. كنت ما كنتيش مجوج هانيه؟ لا حتى لا ما يمكن ليش. المهم غادي ندير لها خاطره ونعرف شنو التصرفات ديالها، شنو بغات. انا نهضر معاها وين غادي نعرف شنو المقصود ديالها بعدا. ولاد العائلات اللي كيتحرشوا بالرجال شنو تقول لهم؟ الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. انا كثار على هادشي كثر بزاف، هادشي زعما بزاف اكثر بزاف هادشي. واش نقول لك؟ ما حول ولا قوة الا بالله. غادي هو اختي هو كيزيد هادشي. لا غنقول الله يهديك وكنمشيو معاه. نتفاداوها صراحة. تفاداش تقول لها؟ مشكل يعني الا قالت شي كلمة ولا داكشي غادي تغض النظر وغادي تمشي معاه. انا بالنسبة لي انا بالنسبة اللي منوعة هي مثلا الراجل اللي كيتحرش على المرأة، وماشي تيتحرش عليها تيقول شي كلام وكيمشي بحال كيبقى لاصقة وكي بحال كيحرجها، هذا ماشي معقولة. خاصو يتقدم وخاصو يتاخذ الإجراء بحقه. واش تقول للبنات اللي كيتحرشوا بالدراري دابا بزاف؟ شو رسالة تقولها لهم؟ الله ياخذ فيكم الحق، كنتش خليو على الدراري اللي زوينين وكتبقاو تلفقوا فينا، حنا راه ما عندنا والو في جيبنا، زيرو ديرها زيرو.